أهلا بكم. نظم العشرات من أبناء تعز تظاهرة في شوارع المدينة لمطالبة الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بالقبض على قتلة قيادي في المقاومة الشعبية وطفلين آخرين وسط المدينة. وتشهد المدينة تدهورا متزايدا في الحالة الأمنية نتيجة انهيار الجهاز الأمني الذي سببته الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين وتزايد الجماعات المسلحة. في هذه الحلقة نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي أسباب التدهور القائم في الحالة الأمنية، وما هي المعالجات التي اتخذتها السلطة المحلية لإيقاف هذا التدهور؟ في حين تواجه تعز حربا لم تتوقف يوما منذ أكثر من عامين، تعيش المدينة حيضا حالة أمنية متدهورة تصبح كل يوم أسوأ من السابق. سلطة محلية بلا أجهزة فاعلة ولا إمكانيات، وجماعات مسلحة كثيرة خلفتها حرب ثقيلة لا تزال على أبواب المدينة، ووضع إنساني كارثي يفضح عجز الحكومة والمنظمات الدولية. كل ذلك في مدينة تكالبت عليها كل المشاكل لتشكل كما يمكن تسميته الحالة التعزية. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي للزميل منصور النقاش. الحامل توفى بساعته ما تعذب وصل الزغط. جلست هنا لتحصي خسائرها من أفراد عائلتها الذين قضوا بقذيفة الميليشيا في منطقة بير باشا. امرأة حامل وطفل قتل في هذه المجزرة بهذا الحي الذي أصبح مزارا للقذائف. الموت الجائل في طرقات المدينة والقادم على أحيائها على هيئة قذائف قاتلة جعل من تعز المكلومة بالعنف والاختلالات الأمنية مثقلة بهذه الأحداث. على الضفة الأخرى تظاهرة احتجاجية خرج منفذها لمطالبة اللجنة الأمنية وقيادة المحافظة القيام بدورها بتفعيل النقاط الأمنية في مربعات المدينة على خلفية عدد من الأحداث كان آخرها مقتل مروان الشميري أحد قادة المقاومة في حي النسيرية وسط المدينة والطفلين علاو وسليمان اللذين قتلا في حي صينة. السلطة المحلية في تعز ورغم الجهود الحثيثة في فرض السيطرة الأمنية إلا أنها ما زالت تعاني من قصور واضح في الإمكانات ما تسبب بشلل المؤسسات الأمنية والمحلية بالإضافة إلى الأجهزة القضائية وكثير من الجهات الحكومية. في المقابل برز إلى السطح حضور موازن للجماعة المسلحة في المدينة أسهم بتأجيج الفوضى وانفلات الأمن. هم على الوطن يحمي على بلاده. هكذا تبدو يوميات أبناء تعز، المدينة التي لم تعرف السلام منذ وطئتها ميليشيات الحوثي وصالح قبل أكثر من عامين. تراكمات الأحداث كان لها تأثيرها على الوضع الإنساني بشكل بالغ، وهو ما تضمنت إشارة منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكولدريك الذي زار المدينة للاطلاع على الوضع الإنساني فيها إلى جهود الأمم المتحدة في استبدال ممرات وطرق آمنة لإدخال الإغاثة الإنسانية للمحافظة المحاصرة بدلا عن الممرات الخاضعة لسلطة الميليشيا. نبدأ النقاش مع ضيفنا من تعز وكيل محافظة تعز عارف جامل. أهلا بك أستاذ عارف. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. أستاذ عارف، إذن الحرب ما زالت مستمرة على تعز من قبل الميليشيا، في ذات الوقت نلاحظ من جهة أخرى انفلات أمني أصبح ربما لا يقل خطورة عن هذه الحرب، كيف يمكن فهم الأمر؟ أخي العزيز أنت حدثني والقصف ربما حتى هذه اللحظة مستمر من هذه العصابة الإجرامية، لكن أحب أوضح أنه ربما هناك صحيح أن هناك خلل أمني أو هناك انفلات أمني، لكن هناك مسببات. طبعا تعرفوا انه تعز عندما اقتحمتها هذه العصابه كانت هناك مؤسسه دوله منها الجيش ومنها الامن، هذه العصابه استولت على هذه المؤسسات واغلب من في هذه المؤسسات الامنيه والعسكريه هم من قاتلوا ابناء تعز، بالتالي فان المؤسسات في مدينه تعز منتهكه تماما. ايضا المساله ليست في هذا الخصوص، صح ان هناك حالات قتل قد ربما تقوم من يوم الى اخر، لكن نحن عملنا أشياء كثيرة، بدأنا بمديرية المدينة وأسسنا وجود أقسام شرطة وإدارة أمن، هناك لجنة أمنية تمارس عملها بصورة مصغرة بالنسبة للمحيط المدينة ممثل بأربع مديريات في المدينة. القضايا في أغلبها ليست قضايا ضرب اغتيالات كما يحاول يروج البعض، ولكن في أغلبها قضايا جنائية بسبب هذا الانفلات الأمني الذي له قلنا ما يبرره، لكن أيضا نحن نتحمل المسؤولية بقدر الإمكانات المتاحة الموجودة لدينا،
ومع هذا فإن هناك عمل يعني يتواكب مع العمل في الجبهات. هناك أبطال يسطرون أروع البطولة في الجبهات، نحن حريصين على أن يتواكب العمل الأمني مع العمل في التوسع وتحرير مدينة تعز. فيما يخص القضايا الجنائية والموجودة، هناك بعض تم القبض على بعض الأطراف الجناح الموجودة في عدة قضايا، يتم ملاحقة البعض الآخر. نحن نحرص بشكل قوي جدا على تعزيز دور مؤسسة الدولة وعلى رأسها المؤسسة الأمنية التي نتمنى أن تدعم بشكل كبير جدا، كونها مهمة جدا. لا معنى طيب عدد من النقاط أثرتها زيادة الوكيل، ربما تقريبا 5 نقاط أثرتها عن المسببات وأيضا الإمكانيات وأيضا عن النتائج التي وصل إليها الوضع. لو نبدأ بنقطة ما وصفته، وأنت قلت ربما قضايا جنائية فقط وصفت الانفلات الأمني داخل المدينة، ماذا عن الاغتيالات الأمنية التي تطال العديد من القيادات العسكرية؟ كيف يمكن وصف ما يحدث؟ أنا أقصد إحنا لا نستعجل، يعني مثلا في طاليات قد يكون هناك، لا ننكر قد يكون هناك قيادات، لكن أنا أقول في أغلب القضايا من بداية من واقع التحقيقات الأولية أنها قضايا جنائية. طيب يعني تحصل من فترة إلى أخرى تحصل قضايا جنائية، يتم متابعة أفرادها، هناك من تم القبض عليهم في قضايا كثيرة وهم يعني محل التحقيق، والبعض يتم مطاردتهم كما قلت لك بحدود الإمكانيات المتاحة الموجودة. نحن عملنا على تفعيل بداية في قسم الشرطة، إدارة أمن المديرية، مدرع مديرية المدينة، هذه مديرية المدينة الأربع، تم من خلال تشكيل حملة لجنة أمنية انبثقت منها حملة أمنية بعشرة أطقم معينة، يتم بشكل يومي تعزيز دور القسم المعني الموجود بتلافي جميع القضايا الجنائية الموجودة. الحملة الأمنية طيب هذه التجربة التي تريدون إرساءها في هذه الأربع المديريات لم تمنع حوادث الاغتيالات التي تحصل في المدينة، ما التفسير لديكم؟ أنا أقول لك في أغلب الدول، في أغلب الدول التي هي يعني تخيل نحن في حرب، يعني يجب أن يعي الآخرين ويعي الناس أن نحن لازلنا نعيش حرب، ولا زالت تعز محاصرة، ولا زالت عصابة الحوثي تقصف في المدينة. أكيد، لكن داخل المدينة الآن المدينة باتت تحت سيطرتكم كسلطة شرعية أنتم داخل المدينة. أحد المواطنين يتساءل ويقول لماذا لا تقدموا تجربة وتثبت الأمن داخل المدينة كتشجيع للباقي، أنكم كسلطة شرعية قادرين على إرسال الأمن، ما الذي يمنع أبناء تعز الذين قاتلوا الحوثي وميليشيا المخلوع وطردوهم من داخل المدينة عن يكونوا على قلب رجل واحد ويحفظوا الأمن داخل المدينة؟ هذه الفصائل المسلحة لماذا لا تحفظ الأمن داخل المدينة؟ أنا أحب أفهم نقطة، أن الموضوع ليس بهذا السوء الذي يحاول يصوره الإعلام ويصوره الآخرين. حوادث القتل أو الجريمة تحدث في أغلب الدول التي هي مستقرة وآمنة ولديها من الإمكانات والقوة، فبالتالي في وضعنا الحالي. لكن كيف يتعامل الناس مع هذه القضية ويتعامل الأمن مع هذه القضية؟ طيب. نحن كما طرحنا نحن لا زلنا نعيش حرب، ولا زلنا نعاني الحصار، ولا زال الوضع الإنساني هذا واضح سيادة الوكيل، هذا واضح واعذرني على المقاطعة. لكن مع هذا كله الأمن يتحرك بالإمكانيات المتاحة تمام. في ضبط قضايا كثيرة، قضايا جنائية، قضايا سرقة، يعني الدولة نعيدها من الصفر الآن. طيب نقطة أيضا مهمة سيادة الوكيل اسمح لي التطرق إليها، تقول أن ما يحدث الآن هو نتيجة طبيعية للحرب التي فرضت على المدينة وأنكم تقومون بدوركم وفق الإمكانية المتاحة لديكم، ما الذي يمنع السلطة الشرعية والتحالف العربي من أن يوفروا لكم الإمكانيات حتى تضبطوا الأمن داخل المدينة؟ هل هناك ما زال مانع أو شيء يعيق توفير هذه الإمكانيات؟ ما الذي يحصل؟ هل ما زال هناك تباين في المواقف بين أعضاء؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال أستاذ عارف. طيب انتقل إلى ضيفي من تعز أيضا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي، أهلا بك دكتور فيصل. الحالة الأمنية في تعز ما تزال متدهورة من سيء إلى أسوأ، إذا ما تحدثنا أولا عن الأسباب المباشرة ما هي برأيك؟ مرحبا بك. هناك عدة قراءات على الانفلات الأمني الموجود في تعز، لا تستطيع أن تعتمد على قراءة واحدة لتقول بأنها هي المعبرة عن الحقيقة لما يجري في تعز. لكن من منظور موضوعي نتساءل، هل الجريمة في تعز والاختلال الأمني هل هي جريمة اجتماعية بحتة، أي أن المواطن هكذا يأخذ سلاحه ويخرج يقتل وينهب ويعتدي، أم هناك مسلحين منخرطين في الجيش وفي فصائل المقاومة لم يتم ضبطهم وبالتالي أطلقت أيديهم لممارسة الاغتيالات، أي أنها تحولت إلى جريمة منظمة إلى جريمة سياسية. علينا أن نكون صادقين وأن نفرق. على الأخ عارف جامل وهو وكيل محافظة أن يزودنا
بالأرقام ليفصل ما بين ما هي جريمة مجتمعية وكيف تم ضبطها، وما هي الجريمة المنظمة، الاغتيالات والمسلح الذي يتبع إما فصيل مقاوم أو جيش. إلى الآن طيب كيف يمكن مقاربة الوضع في تعز بالنسبة لك، وهي ما زالت تعيش حالة الحرب، ما زال الحصار مفروض عليها والقذائف تصلها يوم بعد آخر؟ أنت في سؤالك سابقا قدمت في طيه الجواب، يعني أنت المحافظ يقول سابق في لقاء سابق بأنه تعز تمتلك 30,000 جندي أدمج ما بين الجيش والمقاومة، وهذا 30,000 جندي استطاع أن يحرر المدينة تعز وأن يحميها من اعتداءات قوة منظمة وهي الانقلابيين العفاشين الحوثيين، فكيف عجز عن ضبط السلاح المنفلت الذي يقوم بالاعتداء والنهب والقتل والفوضى في تعز؟ الحقيقة عليهم أن يجيبوا ذلك. طيب، هناك مغالطات واضحة. طيب، ونحن نقيم أداء السلطة المحلية دكتور فيصل، بالنسبة لك كيف يبدو تعامل السلطة المحلية مع الملف الأمني وملفات أخرى داخل محافظة تعز وفق ما هو متاح لها من إمكانيات، حتى لا نحملها أكثر مما بيدها من إمكانيات؟ هي لا نحملها، هي تتحمل المسؤولية أصلا. إذا لم يستطيعوا يقدموا استقالتهم نحن في غنى عنهم. لماذا عارف جامل عندما يمشي بالشارع يمشي بموكب معه 10 أطقم؟ لماذا يمشي يدهس الناس بالشارع؟ لماذا لا يحترم نفسه ويمشي مثل أي حتى لا نشخص مختلف. الأمور دكتور فيصل، حتى لا نشخص الأمور، يعني شخصنا هو قدوة، كيف شخصنا؟ أنت ينبغي أن تكون قدوة وتمشي كإنسان مدني لكي أنا أشعر بالأمن معك، لكن ربما للظروف الأمنية ما يستدعي مروره بمرافقين ومواكب، يعني ما زالت المدينة تعيش حالة حرب والاغتيالات من يوم لآخر. أنا كمواطن محتاج إلى الحماية الأمنية وليس المحافظ وليس الجيش وليس قائد المحور، الله يحفظك. هؤلاء مسلحين يحمون أنفسهم، أنا كمواطن المهدد في الاعتداء علي، وبالتالي هو كسلطة محلية ينبغي أن يكون قدوة لي ويضبط أي أنا إذا أنا مدني يضبط مخالفاتي، وإذا عنده مسلحين منفلتين هم يتبعون أحد الألوية. طيب هم يطالبون عليهم ضبطهم. طيب هذه المطالبات على لسان المحافظ ووكلاء المحافظة ومدير الأمن، دائما نشهدها ونتابعها في وسائل الإعلام، يطالبون بدعم المحافظة بإمكانيات حتى يتم بناء الجهاز الأمني ويقوم بدوره في ضبط الأمن. ما الذي يمنع حتى الآن برأيك من دعم الجهاز الأمني في تعز؟ ما الذي يمنع توفير الإمكانيات؟ أين هو التحالف والشرعية من هذا الملف؟ هناك تصورات خاطئة في طريقة الإدارة. أنت لديك أكثر من خيار في مسألة الإدارة. هل أنت منتظر بموازنة تجي لك من واشنطن أو من الرياض أو من السلطة المحلية فقط؟ مجتمعك المحلي أين دوره؟ لماذا لا تحاول أن تبني ثقتك وجسورك مع المجتمع المحلي وعندك إرادتك؟ اليوم في جامعة تعز تفرض إتاوة على كل باص 500 في الدخول 500 في الخروج، تفرض على كل سيارة 500 في كل نقطة، تفرض على أسواق القات وضرائبها. أين تذهب؟ أتاوة تذهب إلى الجيوب الخاص، عليهم أن يستحوا، هناك تنمية، هناك موارد ذاتية ينبغي أن تنمى وتذهب إلى حساب مركزي أقصد محلي، وبها يستطيعون أن يحفظوا الأمن وأن يديروا بموازنتهم التشغيلية مجتمعهم المحلي. تمام، هذه نقطة مهمة أنقلها لوكيل محافظة تعز، عاد إلينا مرة أخرى الأستاذ عارف جامل وكيل محافظة تعز ومعنا الآن على الهواء. أستاذ عارف جامل، نعود للاستماع إلى إجابتك على السؤال السابق، وأيضا نقطة مهمة يتطرق إليها الدكتور فيصل الحذيفي من تعز، يقول أنا ربما الآن هناك رسوم تفرض داخل المدينة على بعض الأنشطة. أنا سمعت الكلام الأخير كأنه يتحدث كأنه عايش في خارج اليمن مش خارج تعز. ما يطرحه الأخ فيصل ليس له وسط نصيحة، أنه تفرض رسوم على السيارات، تفرض رسوم على كذا الضرائب، لم يتم حتى الآن تحصيل أي مبالغ. تم تحصيل مورد واحد وما يخص الواجبات. أسواق القاتل أسواق خاصة تابعة لأشخاص معينين، وهذه أيضا مبالغ تافهة أيضا، لا يكون الطرح بهذا الشكل. كان هناك خطأ، تم طرح بأن موارد تعز مورد، تعز لا زالت الآن محاصرة. إذا العدو دخل إلى البيرين وقطع الخطر تات أي مورد. طيب، هو ربما الدكتور فيصل يطرحها بحسنية أنه بالإمكان كمجتمع محلي أن يدعمكم كسلطة وتوفر بعض الأموال. أنا أقصد الموارد حتى اللحظة لم تفعل بالشكل الصحيح، ومن الخطأ أننا نطلع ونوهم الآخرين والعالم كأننا لدينا موارد وننمي، لا زال حتى اللحظة لا يوجد بنك مركزي ولا توجد خسائر تحصيل. يعني العملية كما طرحت لك أخي العزيز أن نحن نؤسس من الصفر.
طيب ان شاء الله باذن الله هناك تجهيزات الان بالنسبه للجانب الامني، هناك تجهيزات بالنسبه للشرطه العسكريه للامن المركزي. الان ربما حاليا انا زرت اليوم السجن المركزي ونعمل على اعاده استيعاب مبنى السجن. حتى اللحظه لا زال الامن العام لا يوجد لديه شيء، تخيل في هذه النقطه. فكما سنعود لهذه هذه نقطه مهمه، لكن قبل ان ننتقل الى موضوع تاهيل الجهاز الامني استاذ عارف، قبل ان ننتقل لنقطه تاهيل الجهاز الامني، بالنسبة لكم كيف تتعاملون في السلطة المحلية مع حقيقة أن كثير من هذه الفصائل المسلحة التي ساهمت في تحرير المدينة هي اليوم أصبحت المشكلة الحقيقية فيما يتعلق بالحالة الأمنية في المدينة؟ ليس صحيح هذا أخي العزيز الكلام هذا، بعضها يعني يخرج هناك قرار دمج المقاومة في الجيش يتم بشكل مرحلي، ثم في يعني إذا انتظمت مسألة الرواتب فبالتالي لن تبقى هناك لا كتائب ولا فصائل ولا ألوية. بالاخير كل الافراد الموجودين في هذه الكتائب سينضم مع الالويه. هناك اللواء 22، اللواء 35، اللواء 170، واللواء 117، جميع افراد المقاومه منضمين تحت هذه الالويه. صحيح انه الاجراءات المصاحبه لعمليه الانضمام تتمثل بالزي الموحد، الزي العسكري، تتمثل ايضا بدمج السلاح المتواجد مع الفصائل الموجوده، لكن الان اصبحت ارتباطه جميع الفصائل هذه مرتبطه بالالويه. طيب يا استاذ عارف، حتى لا نتجاوز هذه النقطه، نقطه مهمه، كيف تريد ان تتجاوز وتقول ان الفصائل المسلحه التي داخل تعز الان هي ليست المشكله في الحاله الانفلات، هي المشكله ربما والسبب ولها علاقه بكل ما يحدث؟ يعني انا اريد ان اقول انه العمل احيانا عمل فردي من افراد قد يتبعون هذا ويتبعون ذاك، لكن كم حصلت من قضايا في مدينه تعز وتم تلافيها؟ طيب حصلت العديد من القضايا القاتله من القضايا، ويتم بالاخير انه لم تستمر عمليه الاشتباكات او عمليه الاختلافات الى ما لا نهايه. تحصل من هنا ومن هناك لكن يتم تلافيها. طيب انقل هذه الدكتور لضيفنا الدكتور فيصل حذيفي. دكتور فيصل، اذا بحسب كلام وكيل محافظه تعز يقول حينما تتوفر الرواتب سنشهد دمج لكل الفصائل المسلحه تحت رايه الجيش الوطني وبالتالي ستنتهي كل هذه المشاكل، ما رايك؟ والى اي حد تتفق انت مع الطرح الذي يقول بان الفصائل هي ربما الان جزء من هذه المشكله؟ لو صرفت الرواتب هي لن تنتهي المشاكل ولكن ستنخفض فقط. لانه الان جزء من الصراع في مدينه تعز على الاتاوات غير الشرعيه. انا سالت قبل شوي وعلى الاستاذ جامل عارف جامل ان يجاوبني، لماذا تسمحوا للعساكر في بوابه الجامعه ياخذوا 500 ريال من كل باص دخول وخروج؟ لماذا تسمحوا لمعسكراتكم في النقاط ان يستلموا من جميع السيارات 500؟ لماذا تاخذوا الاتاوات من الاسواق الضرائب القات في اتاوات كثيره لنا الصراع؟ طيب هذه النقطه تحدثت وهو رد فيها وبالتالي يمكن بالامكان الوكيل غدا ان يقوموا ببعض الاجراءات ويتابعوا هذا الامر. دكتور فيصل، ننتقل الى موضوع السؤال حتى نتجاوز هذه النقطه. انا اقول انه اذا صرفت الرواتب ستخف المشكله ولكن لن تنتهي نهائيا. المطلوب الان من المحافظ ان يعود الى تعز وأن يجتمع مع الوكلاء وبعض المختصين ليحددوا برنامجا للحكم المحلي. هل هم يشتغلوا على وفق برنامج ولا هكذا هوشلية؟ إذا عندهم برنامج ينشروا لنا البرنامج هذا لكي نساعدهم، نقرأ ونقول والله صحيح ونحن معهم وسندعمهم. الشغل غير صحيح، يعني كل وكيل يشتغل وفق ما هو معتاد عليه هكذا كأنه في أسرة، يعني مش كأنه مسؤول عن مدينة وفي ظل وضع استثنائي وحرب. أنا أريد من هذه السلطة أن تعيد بناء حكم محلي لتعز وفق دولة اتحادية تستبق العمل قبل أن تأتي إليها الأوامر. وهذا وهذا يلزم إعداد برنامج عمل. أنا أحدد الأهداف وأحدد الخطوات، هل عندهم هذا البرنامج؟ طيب أنا الآن إذا صدر لي قرار رئيس حكومة خطوتين أمامي، أشكل فريق عملي وأعد برنامج حكومي. طيب هذا غير موجود. طيب اعود لضيفنا وكيل المحافظه الاستاذ عارف جامل. طيب استاذنك دكتور فيصل ساعود لك. استاذ عارف، البعض ربما يرى ان تعز دخلت في لعبه الحسابات السياسيه لمرحله ما بعد الحرب وهي المشكله التي اوقعت تعز في هذه الحاله السيئه، ما رايك؟ خطا من الخطا اعتبار ان احنا نعيش في حاله الاستقرار وحاله الدول وحاله الدول كامله، هذا كلام خطا. حتى الناشطين والاعلاميين والمثقفين عندما يتداول الامور هذه بهذه الصوره خطا. نحن لا نزال نعيش حاله حرب في كل الجبهات، لا زلنا نعيش حاله حصار، لا نزال نحن جئنا على وضع مثقل.
أنا أتحدى في أي مدينة من المدن المحررة أن تكون نموذج لمدينة تعز. نحن الآن في تعز استعدنا أغلب المديريات، تم تعيين مدراء مديريات، تم تأهيل بعض المكاتب، الأمور تمشي، المؤسسة الأمنية مهمة جدا. الآن هناك تأهيل لشرطة عسكرية وتم دعمها ب 11 طاقم، الآن يتم تأهيل الأمن المركزي. يعني بمعنى أن الأخ فيصل يتكلم وكأنه يعيش ما قبل الحرب بسنتين أو 3 سنوات. طيب في أقل من دقيقة أستاذ عارف، جامل أتمنى عليك في أقل من دقيقة إجابة على هذا السؤال. تقول أن تتحدى أي محافظة من المحافظات المحررة أن تعيش ما عاشته تعز. كانت هناك تجربة سابقة في العاصمة المؤقتة عدن، كانت هناك حالة انفلات أمني أسوأ مما هو الآن في تعز، تم تجاوزها. لماذا لا تشهد تعز ما شهدته عدن ويتحسن الأمن فيها؟ يا أخي أنا طرحت لك أنت، لو لا أنا أطرح لك النقطة أن تعز الآن نعيد العملية من الصفر. الآن جميع من كانوا في المؤسسة العسكرية هم من قاتلوا تعز وحاصروا تعز. تعز لحد اللحظة تعيش حالة حرب، حالة جميع الأفراد في الجبهات. طبيعي أن يكون السلاح منتشر، طبيعي أن تكون أمور، لكن نحن نمشي بآلية. الأخ الدكتور يطرح أنه لا توجد، بالعكس هناك برنامج عمل يمشي بالنسبة لقيادة المحور، هناك ترتيب المسألات، دمج المقاومة في الجيش، وإذا ترتبت الأمور المرتبات ستترتب العملية. تعز حاضن للدولة، تعز غير حاضنة. صحيح من هنا وهناك سيكون يحصل انفلات، هذا طبيعي، لكن كيف نتعامل مع هذا الانفلات؟ نتعامل بقدر ما هو الدعم الذي أعطيه لتعز. تعز كان مدير أمن لا يمتلك سوى 4 أو 5 أطقم، فأنا أقصد لابد من دعم تعز دعما كبيرا خاصة في الجانب الأمني. طيب شكرا جزيلا لك وكيل محافظة تعز عارف جامل، أشكرك على هذه المشاركة معنا اليوم في هذه الحلقة من زوايا الحدث. أعود لضيفي الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، هذه الحسابات التي يراها البعض بأن تعز دخلت في مرحلة حسابات ما بعد الحرب، وربما موقف الحكومة والتحالف العربي الذي يراه البعض بأنه لا يبدو أنه مساعد فيما يتعلق بحل المشكلة الأمنية، برأيك ما هي محددات هذا الموقف وما هي وجهة نظرك من موضوع أن تعز لها علاقة بلعبة الحساب السياسية في مرحلة ما بعد الحرب؟ أبناء تعز هم المسؤولين عن مشاكلهم، لا ينبغي أن نخاطب لا سلطة شرعية ولا تحالف. يعني صاحب الشأن هو أولى بحل مشاكله. أنا قبل شوي سألت وعارف جامل وكيل محافظة وليس شخص عادي، قلت أين تذهب هذه الأتاوات التي يتصارعون عليها يوميا وهي التي يمكن أن تدير تعز وتغنيها عن التسول للآخرين والانتظار؟ تعز قادر أن تجمع إرادة ضريبية لصرف مرتباتها، جيش وأمن ومدنيين، لماذا نضحك على أنفسنا؟ لماذا نغالط يعني؟ هل الأخ الذي عين الآن مدير مالية، هل عنده قدرة على أن يعطينا ما هي الإرادة المتاحة لحل مشكلة تعز؟ لماذا نرمي؟ نحن من يتحمل المسؤولية. طيب بالنسبة لمحددات الحكومة الشرعية والتحالف العربي مما يحدث في تعز، ما هي المحددات بالنسبة لهم في هذا الوضع وكيف يمكن تفسيره؟ لا تستطيع أن تكشف عن محددات طرف آخر، أنت تجهل ما هي أهدافه. هناك أهداف معلنة وأهداف مسكوت عنها. الآن ما يجري في اليمن هو حول الأهداف المسكوت عنها، أما الأهداف المعلنة فهي فاشلة. نحن التحالف والسلطة الشرعية أعلنوا بأن الهدف من هذا العمل كله هو استعادة الدولة. بالله أحد يجلس يحارب بكل هذه السلاح أكثر من سنتين ولن داخل انفتالة لاستعادة الدولة، إذا في فشل. إذا ليست هناك أهداف حقيقية معلنة، وإنما هناك أهداف مسكوت عنها تحتاج إلى فريق متخصص للكشف عنها في إطار بحثي، وهذا غير متوفر لنا الآن. يعني تصور أنت دول بهذه القوة وبهذه المكانة تحارب إنسان عنده سلاح عادي جدا ومتفوق على بالطيران والبحر والدعم الدولي ومش قادرة تسترد، هذا غير منطقي. يعني إذا الأهداف المعلنة غير حقيقية إطلاقا في الساحة، وإنما هناك أهداف. طيب تأثيرة الانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة وانعكاسه على مسار يعني المعركة الكبيرة لتحرير مدينة تعز؟ أنا أريد أن أنوه قبل الجواب على السؤال بأنه فعلا أيضا لا ينبغي أن نضخم الأمور في مسألة الانفلات الأمني في تعز. الحياة ليست بهذا السوء، ولكن لا نريد أن يتسع ليصبح سوءا غير متدارك، هذا ينبغي أن نتفق عليه، ولا أختلف مع الأخ عارف جامل فيما طرحه. جميل هذا التدارك في الموضوع، لكن بالنسبة للانعكاسات والتأثيرات هل هناك من أي تأثيرات ربما قد تؤثر على سير المعارك؟ اليوم نشهد أخبار تحدث عن بعض المحاولات للميليشيا للعودة والسيطرة على بعض المناطق التي باتت تحت سلطة المقاومة والشرعية.
لا أعتقد بأن حتى لو لم يحصل هناك تدخل الآن، حتى لو لم يحصل دعم خارجي لحماية تعز، فتعز قادرة أن تقدم من التضحيات ما يكفي لحماية نفسها، والانقلاب إن شاء الله إلى زوال. يعني مهما حاولوا أن يستميتوا في حصار تعز وفي خنقها وفي تركيعها لن يكون. كانوا إلى حد قريب في المحافظة وفي القلعة وفي جبل صبر وفي جميع التباب، ذهبوا إلى غير رجعة. يعني مسألة إنه سيؤثر وسنعود إلى تحت الحصار وإلى هذا مستحيل. يعني هذه من الأمور المسلمة، يعني التعزيون سيخرجون بأسنانهم للقتال وليس فقط في الأسلحة. حتى يتحسن الوضع في تعز بشكل أفضل، ما المطلوب؟ هل قرار سياسي أم إرادة شعبية من أبناء المحافظة ومسؤوليها؟ ما المطلوب؟ المطلوب سلطة محلية تدرك أدوارها ووظائفها، ومجتمع محلي سيستجيب مع كل نية صادقة. ينبغي أن يكون هذا واضحا. أشكرك جزيلا دكتور فيصل. دكتور فيصل شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تعز، وينضم إلينا فيما تبقى من وقت في هذه الحلقة العقيد محمد المحمودي نائب مدير أم تعز. أهلا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا أخي. سيادة العقيد، من الملاحظ أنه في كل مشكلة أمنية يتم حلها بتوافقات تكون خارج الأجهزة الأمنية، سواء عن طريق قيادة المحور العسكري أو زعماء الجماعات المسلحة. أين الجهاز الأمني مما يحدث؟ الجهاز الأمني مما يحدث لا يخفى الجميع ولا يخفى ضيوفك الكرام وكذلك أبناء تعز والمشاهدين جميعا بأن الجهاز الأمني في محافظة تعز تم تدميره تدمير كامل. دمرت البنية التحتية، دمر كل شيء فيه. الآن نحن في إعداد وإعادته من الصفر. نحن ما زلنا نخوض معركة التحرر وكسر الحصار على مدينة تعز. ما زال الطرف الأقوياء والجيش الوطني وقيادة المحور وكذلك قيادة الجبهات هم الطرف الأقوى، ويجب أن يكون لهم دور حقيقي في إعادة الأمن في مرحلة الحروب. الجيوش هي من تتولى إدارة الضبط الأمنية في كثير من المدن، ونقول بأنه الجهاز الأمني يبنى بخطوات بطيئة. نحن نتمنى من الحكومة الشرعية ومن التحالف ومن أصدقاء اليمن ومن كل من يهتم بموضوع اليمن والتحرك بخطوات بطيئة مساعد. يتم إعادة بناء الجهاز الأمني في المحافظة، إلى أين وصلت عملية إعادة البناء حتى الآن؟ تمت إعادة البناء في الفترة السابقة منذ 7 أشهر، كان هناك نواة أمنية بسيطة وتم بناها، إلا أنه أحد الفصائل في المقاومة انقلب على هذا الجهاز وقام باقتحام الإدارة ودمر كل شيء واعتدى على أفراد الأمن. فوق إناء بأن الحكومة الشرعية وكذلك التحالف لن يتكلموا مع هذا الطرف نهائي ولم ينبهوا لهذا الخطأ الذي ارتكبوه هو الاعتداء على مؤسسات الدولة. الآن من عدنا من الصفر، نعيد البناء من جديد. هناك قوة خاصة يتم الترتيب لها وتجهيزها في محافظة عدام بجهود محافظة ومدير الأمن وقائد المحور وكذلك الحكومة الشرعية. هناك جهاز بدأ يظهر في الشارع في تعز وهو الشرطة العسكرية، وإن كانت إمكانيات بسيطة جدا ولكن بداية. يعني من سيتولى الملف الأمني في تعز هو جهاز الآن يتم الترتيب والإعداد والتدريب له في العاصمة المؤقتة عدن، وبالتالي هو من سيتولى زمام الأمور الأمنية. هو اليد الطولة أو قوة ضاربة لإدارة الأمن، هو الأمن المركزي. كم نحتاج من الوقت؟ تماماً. كم نحتاج من الوقت؟ نحن موعودين بأنه الآن خلال فترة قصيرة جدا سيتم خلقه. نحن لتغطية هذا الفراغ تم عمل حملة أمنية بإمكانيات بسيطة جدا يقودها الأخ الوكيل الأول في المحافظة عارف جامل، تعمل على تقوية وإسناد، هي دعم وإسناد وتقوية إدارات الأمن وكذلك أقسام الشرطة إلى أن تأتي هذه القوى إن شاء الله. طيب سؤال أخير في دقيقة سيادة العقيد، حديث عن تجنيد المئات والآلاف من الأفراد في جهاز الشرطة والجيش، هم أسماء في الكشوفة فقط، لماذا لا يكونوا موجودين على أرض الواقع ويساهموا في ضبط الأمن وربما؟ لا من يقول هذا الكلام، إحنا إدارة الأمن إلى الآن لم يجند لنا فرد. إحنا منحنا أمر من رئيس الجمهورية بتجنيد 3000 فرد، إلى اليوم لم يرقموا، لم يعطوا أرقام عسكرية، لم يعطوا رواتب، لم يعطوا شيء. فهل هذا يعتبر قد قوة حقيقية موجودة؟
عادها غير موجودة. إلى جانب نحن صرفنا معاشات الجهاز الأمن السابق. جهاز الأمن السابق في كثير مننا لم نستلم المرتبات لمدة سنتين، أعطوه مرتب شهر 11. طيب. واليوم إحنا بشهر 4. شكرا جزيلا لك. يعني هل يبنى على هذا؟ هل يبنى على هذا بناء جهاز أمني؟ طيب شكرا لك نائب مدير أمن تعز العقيد محمد المحمودي، وأيضا الشكر موصول لضيفي الأستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل حذيفي ووكيل محافظة تعز الأستاذ عارف جامل. شكرا لكم، انتهت هذه الحلقة من زاوية الحدث. تحية طاقم البرنامج ومعدها كمال حيدر.